دخلنا الاوضه بتاعتها في الفندق، شاور نغير نجري نلحق اخر يومين في المهرجان. بس استنى، انت لازم تتدرب على المقابلات اللي هنعملها معايا في المهرجان. يلا يا ميكي نتدرب على الشغل يا ابو سهل يا رب. نزلنا من الفندق واخدت المهرجان معايا. بعد ما حافظ اهو جاهز يقابل الناس، نعمل معاه لقاءات وانترفيوهات. يلا